ما الحسن حاسة اني حامل، حاسة اني حامل، حاسة اني حامل، فعمل فيديو، حاسة اني دايخ، فهو ما طلع عامل فيديو، حاسة اني دايخ، مش قادر استحاسة اني دايخ والله. انا حاسة اني جعان ونفسي اكل لانش، فاطلع عامل فيديو، حاسة اني عايز انام، فتطلع تعمل فيديو. اتفضل. انتي لو طلعت حامل استني مني. بص انا يعني فاهم ان انا ابص لاحمد حسن في وشه كده واتفرج عليه، ده دي مشكلة فاهم يعني. انت عارف هي بتبقى على حسب على حسب طاقه عينيه. عارف لما تسلق البيضه او ما تستواش يا عم عليك من سلق البيضه، ما دي معروف، ده كلام معروف. الفكره ان قوه العين يعني اخرها اللي نعرفه اخرها تبص لاحمد حسن لمده 10 ثواني، دي طاقه عيني اكتر من كام شاط. فاحنا نتحدى بعض فاهم، نتحدى بعض انا وانت، اللي يبص اكتر للفيديو مش شرط تسمع هو بيقول ايه، بس اللي يبص لاحمد حسن 10 دقايق يعني الفيديو 14 دقيقه. الفيديو 14 دقيقه. لا مش هقدر اوصل 10 دقايق، مش هقدر يا عم. قول دقيقه، قول دقيقه اللي يقدر يستحمل يعني. دقيقه انا خلاص عيني وجعتني دلوقتي. ما انا اقول لك، انا اقول لك، ما انا عارف، انا عارف. هو اللي يستحمل دقيقه يتفرج على احمد حسن وزينب هو اللي هيكسب في الفيديو ده، هيكسب. يا ريت يا جماعه تنشوف الشيء، هيكسب. ده تحدي، ده تحدي لاي حد، اي حد معانا كمان في الفيديو ده، اي حد، اي حد وصل للدقيقه دي. انا عارف ان مفيش حد يتفرج عليها غير انا وهو فاهم. فاي حد وصل للدقيقه دي احنا بنعمل تحدي على الحمصيه ديت، اللي هيتفرج على احمد حسن وزينب لمده دقيقه هيكسب الحمصيه دي، ودي جيف اواي مني لاي حد هيتفرج على واعمل فولو انت كل اللي هعمل فولو عشان تكسب الحمصيه. تحدي تتفرج على احمد حسن وزينب لمده دقيقه. نبدا التحدي، بس ما تخمش. مش هخم انا يعني، لازم انت تبص لغم عينه يخسر. لا ما لو غم اللي غم عينه يخسر ما تخمش. ماشي التحدي دوت، بس خلي بالك انت ممكن تكسب. انا نظري ضعيف اصلا، انا لابس نظاره. لا ما انا عيني برضو ضعيف. شوف يا زينب اتفضل، انت لو طلعت حامل. لا انت بتضر وشك بقى، انت بتخم بقى يا عمي. انا باصص لا ما ينفعش. بص تفضل باصص دقيقه يا عمي، استحمل دقيقه. مش هقدر يا ابني. معلش حاول 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 عشان تكسب الحمصيه يعني. هي الحمصيه ديت يعني قليله كله عشانك يا حمصه. دي قد العالم. انا حامل على فكره. لا لا ما صباح الخر، صباح الزفت على دماغك. استعمل بس الدقيقه، انا عايزك تستعمل الدقيقه بس. يعني ما انت برضو الكلام ده بيتحسب عليه. بيقول لك صباح معلش معلش صباح الخير، دي حاجه حلوه، حاجه وحشه. صباح خرع على دماغه. معلش استعمل، استعمل دقيقه بس، هي دقيقه واحده بس، دقيقه وخلاص، دقيقه وخلاص. استحمل في ايه عشانك يا غالي. كانت احمد حسن وزينب وحشتونا جدا. صباح الخير يا زوزي. صباح النور. هاي الي، هاي لولي. بص يا جماعه زينب النهارده جات لها طرحه عليها صوره لولي. هي دي خلاص يعني، تعب فاضل نص دقيقه، فاضل نص دقيقه بس طرحه على صوره لولي. بص هو مش عارف هم بيحبوا لولي ولا كده، ما بيحبوهاش بالصوره دي مش عارف. هي عشان طباعه بس. توجعني يا بطني، توجعني. هي عشان طباعه. هاي لولي يا جميله، يا عسل يا سكر. طيب يا جماعه لو انتوا لسه جداد في القناه، انزلوا دلوقتي اشتركوا في القناه حالا واعملوا لايك للفيديو دوت، وصلوا ل 150 الف لايك عشان تكملوا كله. يوصل الفيديو دوت ل 150 لا مش هقدر اكمل، مش هقدر اكمل. وقف شويه، وقف. طب ناخد راحه شويه، ناخد راحه شويه، مش هقدر اكمل. مش عايز حمصي اللي هو يقدر يكمل بقيه الفيديو ويتفرج على احمد حسن لمده دقيقه واحده ويبعت لنا الفيديو على انستجرام، هيكسب معانا جيف اواي جامده. كلام مفاجأة بقى، انت بتقول لهم ليه؟ معلش معلش شوق، اصل المفاجأة كبيرة برضه يعني. معلش ما احنا مش هندوم واحدة بس، المفاجأة الكبيرة بقى سيبها للآخر. اللي هيتفرج على دقيقتين بقى كوز لانشو. لا دي اتنين حمصية. خلي بالك احنا اصلا، احنا اصلا كده ما يعني المفروض نعيد من تاني. ليه؟ لا ما نعيدش من تاني، نعيد من تاني ده. ليه؟ ده يعني خلاص كده يعني مش قادر اعيد، ده هعيد ازاي؟ استنى 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 ما تقيدش، استنى هقول الدعاء الأول. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الارض ولا في السماء ولا السماء العليم. اعوذ بكلمات الله التامات من شر. هنشوف مين تيمو اقوى دلوقتي بعدد اللايكات بقى. تيم انا لو وصل الفيديو دوت ل 150 الف لايك نبقى احنا اقوى من زينب. لو زينب التيم بتاعها وصل الفيديو دوت ل 200 الف لايك يبقى زينب. بصوا كده ما فيش حد كسب فينا، احنا الاثنين مستحملين صح؟ ما حدش فينا لسه ضار وشه، فالمفروض ان احنا نكمل التحدي. بس انا اخر دقيقه كمان، انا اخر دقيقه كمان مش عارف اكمل اكتر من كده.
ماشي يعني خليها نص دقيقة بس. نص دقيقة؟ اه مش هقدر. طب انت التحدي بقى معقول بس. الفيديو عبارة عن ايه بقى؟ بنتكلم فيه وبنحكي فيه احنا ليه ما سافرناش دبي لحد دلوقتي؟ لان في ناس كتير عمالة تسألنا ليه احنا ما سافرتوش دبي لحد دلوقتي؟ فاحنا اجابتنا في الفيديو ده يا جماعة. بصوا فيديو بتقنيه 360 درجة على ابلكيشن 360 فيوز، فلينك ابلكيشن 360 فيوز في الديسكربشن دلوقتي، دوسوا على اللينك وحملوا الابلكيشن وتعالوا اتفرجوا على الفيديو بسرعة بتاعي انا وزينب. تعرفوا احنا ليه ما سافرناش دبي؟ انت خسرت كده خلاص. انا الكسبان. لا كسبان ايه؟ انا الكسبان، انا فضلت باص. كسبان ايه انت لفيت؟ بقول لك الحموسه دي تلزمني. خلاص خلاص ماشي، اقفل بقى الفيديو ده عشان انا خلاص. احمد حسن اوعى تعمل كده. ثواني احنا كنا بنعمل تحدي عادي، ما انا ما اتريقتش عليك تحدي.